وبشأن استمرار المحاصصة في المناصب الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط الكاتب والباحث العراقي السيد وسام العاني. سيد وسام، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لبهاء العرجي يقول أن الأوضاع الراهنة هي الأخطر في العراق، وذلك أرجعها بسبب المحاصصات والصراعات بين الكتل السياسية، ولكن هنا كيف أضرت المحاصصة على العراق؟ اهلا وسهلا اخي الكريم، تحيه لك ولمشاهدي القناه. نعم، قد تكون فعلا هذه مرحله خطره، وذلك ان كل دكاكين السياسه والمال في العراق اصبحت تكشر عن مشاريعها بشكل فج وعلني. سابقا كانت تتم كل الصفقات السياسيه في الخفاء، والاحزاب السياسيه تتبادل الادوار وتتفق على المناصب ضمن إطار المحاصصة التي أنشأتها العملية السياسية عقب الاحتلال الأمريكي. الخطر يتمثل في أنه الوزارة، وزارة عادل عبد المهدي التي تم التوافق عليها في أواخر العام الماضي، هي الآن فعلا على المحك وقد تشهد انهيار. الانهيار لا يعني بالحقيقة وفق التحليلات السياسية انهيار العملية السياسية، ولكن قد يعني انهيار التوافقات الحزبية، وبالتالي خسارة مشاريع وخسارة صفقات فساد قد لا يستطيعون تحقيقها يعني من الآن إلى نهاية السنة المالية. هنا تكمن الخطورة، وليست الخطورة في انهيار هذا التحالف الوزاري على مصالح العراق ومصالح شعب العراق بقدر ما هي خطر على مصالح دكاكين السياسة. سيد وسام، في هذا الإطار هل يمكن توجيه اللوم إلى عبد المهدي في موضوع الصراعات على المناصب والدرجات الخاصة، خاصة أنه يتعرض لضغوط داخلية وأقليمية؟ هل يمكن توجيه اللوم إليه باعتباره هو مسؤول السلطة التنفيذية في العراق؟ يعني وفق الدستور بالتأكيد يتم التوجيه يعني اللوم بلا شك، ولكن يعني كلنا نعرف بأن أي رئيس وزراء يحكم العراق منذ عام يعني 2004 وإلى الوقت الحالي هو خاضع لكل مخرجات العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية، والكل يعرف بأن قبول يعني أو دخول عادل عبد المهدي إلى منصب رئاسة الوزراء كان مقدم له بالموافقات وبالتنازلات على كثير من الصفقات السياسية التي رافقت الموافقة والإجماع على دخوله في منصب رئاسة الوزراء، فهو في النهاية لا يستطيع أن يتحرك خارج هذه التوافقات وخارج هذه الصفقات. ما يسوقه عادل عبد المهدي للإعلام من أنه يمسك بملف الدرجات الخاصة بيد من حديد ويحاول تعيين شخصيات كفوءة، في الحقيقة هذا هو مجرد للتسويق الإعلامي، وأفسد أنه عندما وافق على الدرجات الخاصة الخاصة بوزارة النفط أثبتت أنه لم يراجع هذه الأسماء ولم يختر شخصيات كفوة. فبالتأكيد وفق الدستور يتوجه له الملامة بلا شك ومن مبدأ قانوني، لكنه وفق سياقات العملية السياسية الحالية والمحافظة بالتأكيد لا يستطيع أن يخرج عن سياق التوافقات والصفقات السياسية. طيب سيد وسام، هناك كتل سياسية يعني أكدت في بداية استلام عادل عبد المهدي لمنصبه، قالت بأنها قد أعطت الحرية في اختيار المناصب والدرجات الخاصة، ولكن تراجعت بعد ذلك. على سبيل المثال، ما يعني جاء على لسان تيار الحكمة بأنه متمسك بالدرجات الخاصة. تعتقد أن الصراع الدائر على المناصب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمور المتردية في العراق، خاصة العراق يعاني من غياب الرقابة وتزايد الفساد؟ بلا شك المناصب، إدارة المناصب بالوكالة، إدارة الوزارات بالوكالة، إدارة المناصب الخاصة بالوكالة، بالتأكيد يترك أثر سيء على مجمل يعني إدارة الدولة. الوزارة التربية أنه تبقى بدون وزير، بالتأكيد هذا يترك أثر وخلل كبير وخطر كبير على سير العملية التربوية. ترك وزارة العدل سابقا لفترة طويلة بدون وزير، وترك الوزارات الأمنية بدون وزراء، بلا شك هذا يؤثر على عملية إدارة الدولة، ولكنه بنفس الوقت يعني يفتح باب كبير للفساد لهذه الأحزاب، خصوصا
كما تفضلت في ظل غياب الأجهزة الرقابية الحكومية الفاعلة، وفي ظل تأثيرات الأحزاب النافذة والضغط أيضا الجماعات المسلحة، بالتأكيد يعني العراق يعني أمام تدهور أكبر وأمام يعني مشاكل أكبر على صعيد إدارة الدولة. سيد وسام، على ذكر وزارة التربية، العام الماضي كانت نسبة النجاح بين طلاب المرحلة المنتهية للصف السادس الإعدادي بلغت 28%. تعتقد أن شركاء العملية السياسية يكترثون لمخاطر تأخير تسمية وزير التربية على المنهج التعليمي أو على العملية التعليمية في العراق؟ بالتأكيد لا، يعني لا يكترثون يا أخي، هم أصلا لم يكترثوا للملف الأمني وأخروا تعيين وزارات الأمنية الداخلية والدفاع لما يقرب من 10 أشهر. يعني الذي لا يكترث للملف الأمني وللأوضاع الأمنية التي يعاني من ظلالها الشعب، فبالتأكيد لن يكترث في الواقع التربوي ولا بالمؤسسة التعليمية بالمجمل في العراق. 4 وزارات مهمة تأخر تعيين يعني وزرائها، اللي هم الداخلية والدفاع والعدل والتربية، خلال هذه 10 الأشهر الأخيرة، وشهدت التسميات صفقات كبيرة وما تسمى بصفقات السلة الواحدة أو الفول باكج، ولا يتم الإعلان أو الموافقة على المرشحين دون موافقة جميع الأطراف على صفقة السلة الواحدة. من مسقط الكاتب والباحث العراقي وسام العاني، شكرا جزيلا لكم.